السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذه ورشة العمل المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص. في هذه الورشة إن شاء الله سنقوم بالتحدث عن مبادرة الإفصاح وما هي مبادرة الإفصاح وماذا تعني للمكلفين. بنود الورشة إن شاء الله اليوم ستكون عن إدارة حسابات كبار المكلفين ودور هذه الإدارة ومهام مدير الحساب، ثم سنلقي نظرة عامة حول المبادرة، ثم سنتحدث عن الإعفاءات من الغرامات على المكلفين المسجلين وعلى المكلفين غير المسجلين. كذلك سنتحدث عن تفاصيل الغرامات التي يمكن أن تلغى، ثم سنتحدث وسنتطرق إلى مواضيع أو إلى موضوع الأمثلة العملية على الإعفاءات من الإقرارات، ثم هناك بعض الأسئلة الشائعة، وفي النهاية خاتمة سنتلقى بعض الأسئلة من الحضور. في الحقيقة دور إدارة حساب كبار المكلفين هو دور مهم جدا ورئيسي في الهيئة. دور مدير الحساب هو أو مدير الحساب يكون مستشار للشركات. أهداف مدير الحساب تكون لدعم القطاع أو دعم شركات كبار المكلفين. كبار المكلفين التي تحتوي على الجهات الحكومية أو على الشركات الأجنبية وكذلك شركات ذوي الدخل العالي. مهام مدير الحساب رفع مستوى الالتزام لهذه الشركات. رفع الالتزام يشمل التأكد من جاهزية المكلفين من رفع الإقرارات كاملة، كذلك يشمل التأكد من المكلفين على الدفع في الوقت وعدم وجود أي مشاكل فيما يخص سداد المستحقات أو الامتثال لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، كذلك توطيد العلاقة بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين، وهو دور رئيسي من أدوار مدير الحساب، حيث يقوم مدير الحساب بعمل ورش عمل حسب احتياج المكلفين، حسب المواضيع الجديدة والمواضيع أو المتغيرات فيما يخص اللوائح والأنظمة، كذلك عمل زيارات أو فعاليات معينة، رسائل إلكترونية توعوية ومتابعة هذه الرسائل، وكذلك التأكد من معرفة المكلفين بمدراء حساباتهم وبقوانين الهيئة، كذلك حل المشاكل التقنية من رفع إقرارات أو تحسين أو تعديل تواريخ وغيرها من أي مشكلة تقنية قد تطرأ على المكلفين بشكل سريع. كذلك مدير الحساب هو وسيلة ربط رئيسية بين الهيئة والمكلف، حيث أن هناك مستوى أو اتفاقية مستوى الخدمة، حيث يكون هناك معالجة هذه المشاكل أو معالجة التواصل بين الهيئة والأقسام الثانية خلال فترة زمنية قصيرة وبجودة وكفاءة عالية. من ضمن ذلك استقبال طلبات المكلفين وتوجيهها للقسم المختص، متابعة هذه الطلبات وكذلك التأكد من حلها وعدم تكرارها، سواء مع قسم الفحص والمراجعة التحصيل أو مع المالية بعض المبالغ أو مستحقات، أي حوالات خارجية يقوم بها المكلف، التأكد من هذه الحوالات وصلت الهيئة فعلا، التسجيل أي شيء الإقرارات تواريخها صحتها معلوماتها، كل ذلك سيكون من ضمن هذه الأمثلة. كذلك أي مشاكل تقنية تكون هي الأساس في تعديل هذا الشيء. في النهاية زيادة الوعي المعرفي للمكلفين عن طريق إعلام مكلفين بالقوانين واللوائح الجديدة، مكالمات أو اتصالات دورية لهذا المكلفين، عمل توعية تقديم دعم الكامل. بالنسبة للنظرة عامة على المبادرة، المبادرة تشمل جميع أنواع الضرائب، ضريبة الدخل أو الاستقطاع، السلع الانتقائية، وكذلك تشمل أيضا الزكاة. في الفترة السابقة كان هناك بعض المبادرات من تخص الهيئة، واستفادت من هذه المبادرات الشركات التي واجهت عقبات في فترة أثناء فترة الجائحة. من ضمن ذلك تأجيل سداد المستحقات وكذلك الإعفاء من الغرامات في حالة تعديل وغيرها.
امتدادا لهذه المبادرة، هناك بعض الامتداد لبعض النقاط فيما يخص هذه المبادرة، من ضمن ذلك تأجيل سداد المستحقات في السلع التلقائية وضريبة القيمة المضافة بالجمارك، كذلك تعليق الغرامات التأخر في سداد الأقساط للفترة الزمنية ما قبل 18 مارس 2020، وكذلك إلغاء غرامات الفحص وعدم التعاون، أيضا إلغاء غرامات الإقرارات، كل هذا في التواريخ التي تكون قبل تاريخ 18 مارس إذا كان عمل هذا التعديل بعد تاريخ 18 مارس. دور الهيئة مهم جدا أيضا في قبول طلبات التقسيط من دون دفعة مقدمة كما هو معلوم بالسابق، 20% دفعة مقدمة تكون دائما متطلب رئيسي لهذا للمكلفين باشتراط وجود المتطلبات واحتمال المتطلبات من المكلف، كذلك تأجيل دفع طلبات الاسترداد وجعل الفحص مرحلة لاحقة. أيضا من ضمن مبادرات الهيئة كان هناك تعليق لأي إجراءات أو إيقاف خدمات المكلفين إلى تاريخ 31 أغسطس في حال التعثر المالي. بالنسبة للمكلفين المسجلين في الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإنه يحق لأي مكلف سواء كان جهة حكومية أو شركة أجنبية أو أي شركة كانت أو فرد مسجل الإعفاء من جميع الغرامات المترتبة مما يلي: تعديل الإقرارات التي سبق وتقديمها سابقا، كذلك تقديم جميع الإقرارات المتأخرة لهذا المكلف بشرط أن تكون هذه المبالغ كلها قبل تاريخ 18 مارس 2020، ويكون عمل التقديم أو التعديل بالتاريخ بين التاريخ 18 مارس إلى 30 سبتمبر 2020، وسداد المستحقات كامل المستحقات قبل نهاية 30 سبتمبر. أيضا تشمل مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل الإعفاء للمكلفين غير المسجلين، إذا كان هناك أي مكلف غير مسجل في الهيئة العامة للزكاة والدخل سواء في أي نوع من أنواع الضرائب، يمكن الآن التسجيل وتقديم كامل الإقرارات إلى تاريخ 30 سبتمبر 2020 بشرط تقديم جميع الإقرارات المستحقة وسداد المبالغ المالية. في حال وجود تعثر مالي على المكلف يمكنه تقديم خطة تقسيط وسيتم قبول طلبه بإعفائه من جميع الغرامات المترتبة. سنتحدث في هذا العرض عن بعض الأمثلة فيما يخص حذف هذه الغرامات. أيضا التوسع في قبول طلبات التقسيط دون التقيد بسقف المبالغ. بعض التفاصيل: الغرامات الملغية خلال فترة المبادرة 10,000 ريال سعودي هي غرامة عدم التسجيل للمكلفين غير مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، أيضا 50% قيمة الفرق من أي تعديل لإقرار خاطئ، نسبة أو المبالغ المترتبة على تقديم الإقرارات في وقت متأخر، وأيضا 5% شهرية عن كل شهر تأخير من هذه المبالغ. كل هذه المبالغ تعتبر معفية في حال تقديم واستيفاء الشروط التي تم ذكرها سابقا. أيضا يشمل ذلك الإعفاء من مخالفات ضريبتي الدخل والاستقطاع 1%، وكذلك أيضا في حال عدم تقديم الإقرار أو تعديله. هنا بعض الأمثلة العملية على الإعفاءات من الإقرارات لتوضيح وتسهيل المثال: إذا قام مكلف بمراجعة بيانات التعاملات الخارجية وتم ملاحظة وجود خدمات مدفوعة للمركز الرئيسي ضريبة استقطاع، خدمات مقدمة لخارج المملكة العربية السعودية، وكان هناك مبالغ بقيمة 10 مليون ريال سعودي لم يتم الإفصاح عنه في عام يناير عام 2016، ما هو المترتب على ذلك؟ مبلغ الاستقطاع ونسبته 15% يكون تقريبا 1,500,000 ريال، مبلغ غرامة تأخير السداد من الضريبة المستحقة في يناير 2016 إذا نحسب المبلغ ب 1% من كل شهر يكون 840,000 ريال، أي أن إجمالي المستحق بدون المبادرة في الوضع الطبيعي 1,340,000 ريال.
مع المبادرة سيقوم المكلف فقط بدفع المبلغ المستحق وهو 1,500,000 ريال. كذلك أنا أخذ مثال آخر، في حال أن المكلف لم يقوم بالإفصاح عن دفع المقدمة في فبراير 2018 لمشروع معين، كان قيمة العقد على سبيل المثال 12,000,000 ريال سعودي، وتم فحص المكلف وإعادة الربط عليه من قبل إدارة التدقيق، مبلغ القيمة المضافة سيكون 600,000 ريال. مبلغ غرامة تعديل الإقرار وهي 50% من مبلغ ال 12 مليون، مبلغ ال 600,000 ريال اللي هي الضريبة المستحقة 300,000 ريال، وكذلك الغرامات المتراكمة على 5% من كل شهر وتكون بقيمة 900,000 ريال سعودي، أي أن إجمالي ما يجب دفعه في الوضع الطبيعي 1,800,000 ريال. في هذه المبادرة سيقوم المكلف فقط بدفع المبلغ المستحق على ضريبة القيمة المضافة وهي 600,000 ريال، فلذلك هي تعتبر فرصة ذهبية لتصحيح وضع أي مكلف سواء أجنبي أو داخلي أو جهة حكومية في الفترة الحالية. إذا كان المكلف يعاني من أي مشاكل مالية أو مستحق لا يمكنه سداد المبالغ خلال هذه الفترة، يمكن تقديم خطة التقسيط. بعض الأسئلة الشائعة استنتجنا هذه الأسئلة من الجمهور ومن حال التسجيل، في مرحلة التسجيل كان هناك استفسارات كثيرة فيما يخص المبادرة. نتحدث قليلا عن هذه الأسئلة. تم الإفصاح عن المبالغ ولكن صدرت بعض الغرامات. ما هي آلية إلغاء الغرامات؟ يقوم المكلف بتقديم أو بالانتظار يومين إلى 3 أيام عمل إلى حين الإلغاء الغرامة بشكل تلقائي بعد سداد المبالغ المستحقة. في حال عدم إلغائها بشكل تلقائي يقوم التواصل مع مدير الحساب، ومدير الحساب سيقوم بمتابعة حالته. أي أن الغرامات تصدر بشكل تلقائي، لن يتم إلغاء هذه الغرامات إلا في حال سداد المبالغ. ما هي الحالات التي لا تلغى فيها الغرامات؟ المبالغ التي تاريخ استحقاقها بعد 18 مارس، إذا قام المكلف بالإفصاح أو بتعديل أي مبالغ لفترات تاريخ استحقاقها 18 مارس فما بعد فلن تشمل هذه المبادرة، ولكن إذا كان المكلف غير مسجل فإنها تشملها في حال قدم جميع الإقرارات وسدد المستحقات. في حال أن كان المكلف لديه اعتراض قائم لدى الأمانة العامة للجانب الضريبية أو اعتراض لدى الإدارة القانونية في الأمانة العامة للزكاة والدخل، هل يمكنه الاستفادة من هذه المبادرة أو هل سيتم إلغاء غرامات المكلف؟ لن يتم إلغاء الغرامة المكلف لأن المكلف في وضع اعتراض. نقوم هنا سؤال آخر أيضا، نقوم بالسداد عن طريق حوالة بنكية دولية، هل يتم إعفاء أو اعتماد تاريخ التحويل أم تاريخ وصول الهيئة؟ هذا من بعض المشاكل التي نواجهها من المكلفين. يقوم مكلف بسداد المبلغ في نهاية الشهر أو نهاية الفترة، ويتم تحويل ذلك أو إيداع ذلك في حساب الهيئة بعد التاريخ المستحق، فلذلك لا يعتبر هذا المبلغ مقبول في أثناء فترة المبادرة. يجب التأكد من وصول المبلغ للهيئة قبل 30 سبتمبر 2020. في حال تم الانتهاء من حالة التدقيق على إقرار ضريبة القيمة المضافة، هل بإمكان المكلف التعديل على الإقرار بالزيادة؟ وإذا كان هناك غرامات للفحص هل يمكن استفادة المبادرة؟ يمكن المكلف التعديل بالزيادة عن طريق التواصل مع مدير الحساب. بعد التواصل مع مدير الحساب يكون هناك إلغاء هذه الغرامات. يسعدنا في الحقيقة الآن أن نستقبل بعض الأسئلة من الجمهور. سنقوم بالإجابة بأكبر عدد ممكن من الأسئلة. في حال وجود مزيد من الاستفسارات يمكنكم الاستفسار عن طريق فورن @جازت للشركات الأجنبية، وأيضا عن طريق ltpcare@gazet.co.sa كما هو ظاهر أدناه، في حال أو للحصول لمعرفة مدير حسابكم أو الإجابة عن أي استفسارات تخص المبادرة. يسعدنا الآن استقبال بعض الأسئلة منكم.
يمكنكم وضع الأسئلة في خانة Q&A الظاهرة في الأسفل بدل من استخدام المحادثة أو الشات. طيب أنا مكلف يقوم بسؤال تم تسجيلنا في ضريبة القيمة المضافة من تاريخ 1/4/2019 تم احتساب الضريبة بشكل تقديري عن كل إقرار، ولكن عند التعديل اتضح لنا أن مبالغ الضريبة تم إضافتها بالزيادة بالنسبة للحساب التقدير، وعند تعديل إقرار بالضريبة الصحيحة تم إضافة غرامات علينا. نأمل منكم الإفادة. في هذه الحالة إذا كان التعديل عن هذه الفترة اللي هي في 2019 بين تواريخ 18 مارس 2020 إلى 30 سبتمبر وقام المكلف بسداد كامل المستحقات يتم الإعفاء، ولكن إذا كان التعديل قبل هذا التاريخ لن يتم اعتماد هذا التاريخ. إذا فترة المبادرة أو فترة السماح بتعديل أي مبالغ سابقة يكون أثناء هذه الفترة من 18 مارس 2020 إلى تاريخ 30 سبتمبر. هل تقسيط الضريبة يترتب عليه غرامات؟ يقوم المكلف بتقديم خطة التقسيط، وبعد تقديم خطة التقسيط يتم دراستها من قبل الهيئة بعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات، ويتم تحديد المبلغ بناء على هذه الدراسة وبناء على الوضع المالي للمكلف. من أين يمكن الحصول على أجندة هذه المبادرة لمراجعتها؟ الأجندة موجودة في الموقع العام للهيئة العامة للزكاة والدخل، أيضا يمكن الحصول على ذلك عن طريق التواصل مع مدير الحساب. وفي الحقيقة تم إرسال هذه التفاصيل أو الأجندة كاملة عن طريق الرابط المخصص لذلك. حاليا يوجد مبادرة من قبل الجمارك ولا يتم تسداد ضريبة المبالغ القيمة المضافة. الحقيقة في حال عدم سداد المبالغ ضريبة القيمة المضافة الجمارك يتم سدادها عن طريق الإقرار في خانة الاحتساب العكسي. لدينا أرض تم بيعها واستلام مبلغ دفعة أولى لها من 5 سنوات وفي عام 2020 سيتم إفراغها، هل سيتم احتساب ضريبة عليها؟ في الحقيقة في مجال هذه ورشة العمل ليست عن احتساب الضريبة ولكن ستكون عن المبادرة. في هذه الحالة إذا كان المكلف قام بتقديم أو بالإفصاح عن هذه المبالغ بعد تاريخ 18 مارس يتم الإجابة عليها. هنا سؤال، مكلف تم تسجيله من تاريخ 1 يوليو 2020 وتاريخ التسجيل 16 أغسطس تم إصدار فاتورة غرامة تأخر. إذا كان يتحدث المكلف عن تاريخ 2020 هل سيخضع للمبادرة؟ يخضع للمبادرة إذا كان التعديل بعد تاريخ 18 مارس كما تم ذكره في هذه المبادرة. كذلك في حال نكرر بأنه في حال عدم وجود مبالغ مادية عند المكلف أو في حال وجود تعثر مادي عند المكلف يمكن تقديم خطة تقسيط، وسيتم قبول خطة التقسيط عن طريق تسهيل ذلك من دون الحصول على دفعة معجلة. كذلك أيضا يتم استرداد المبالغ من دون عملية فحص الوقت الحالي، يتم استرداد المبالغ ثم بعد ذلك يتم نرجو منكم فقط التركيز على الأسئلة التي تخص المبادرة. هناك ورش عمل أخرى ستكون عن ضريبة الاستقطاع، لأنه يعني يوجد أسئلة كثيرة عن ضريبة الاستقطاع، وأيضا هناك أسئلة كثيرة عن قيمة مضافة
سيكون سنخصص إن شاء الله ورش عمل خاصة لكبار مكلفين فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وأيضا ضريبة الاستقطاع. في حال وجود أي أسئلة من هذا النوع يتم تجهيزها في هذه ورش العمل اللاحقة. هل المبادرة تشمل ضريبة الاستقطاع إذا كان مبلغ محول للخارج؟ نعم تشمل ضريبة الاستقطاع وتشمل جميع المبالغ المحولة، ولكن يجب تحويل هذه المبالغ قبل تاريخ 30 سبتمبر، ويجب أن تكون وصول هذه المبالغ للهيئة قبل تاريخ 30 سبتمبر ليتم إعفاء المكلف من المبادرة. سنقوم بإجابة على آخر سؤالين. آخر سؤالين أرجع منكم فقط التركيز على الأسئلة التي تخص المبادرة لضيق الوقت. طيب هنا سؤال، هل تشمل المبادرة تأجيل إقرار أغسطس شهر أغسطس؟ المبادرة تم هناك كان هناك مجموعة من المبالغ التي تم تأجيلها في الفترة الأولية، ولكن في الفترة الحالية جميع المبالغ التي يتم استحقاقها في نهاية أغسطس يتم تسليمها في نهاية أغسطس، لا يجب تأجيل لهذه المبالغ. إذا قامت الهيئة بتعديل القرارات الضريبية هل يتم احتساب غرامة أم لا؟ كون الهيئة قامت بالتعديل إذا كان هناك عملية فحص المكلف في حال تعديل الهيئة للمبالغ حتى وإن كانت حالة فحص، فإن المكلف تشمل هذه المبادرة، ولكن يشترط سداد المبالغ قبل نهاية 30 سبتمبر، والشرط الآخر أن يكون هذا الربط وقع بين تاريخ 18 مارس إلى 30 سبتمبر حتى وإن كان في مبالغ سابقة في هذا الإقرار. طيب هنا سؤال فيما يخص الزكاة، أيضا الزكاة تشمل هذه المبادرة؟ أتوقع أن خلاص الآن تقريبا هذه أغلب الأسئلة التي جت عند نشكر لكم حضوركم ورشة العمل هذه المخصصة لكبار المكلفين، نشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم. هذه فرصة ذهبية للمكلفين، لجميع المكلفين سواء المسجلين والغير مسجلين، لعمل أي تعديلات سابقة أو مبالغ ضريبية لم يتم الإفصاح عنها قبل تاريخ 18 مارس. في حال كان هناك أي مبالغ يتم تعديلها من المكلف والإفصاح عنها، فستكون هذه فرصة ذهبية للمكلفين لهذا التعديل بشرط سداد هذه المبالغ. في حال وجود أي مزيد من الاستفسارات أو أي مزيد من الأسئلة حول المبادرة أو حول أنواع الضرائب، يمكنكم الحصول على هذه الأجوبة عن طريق مدير الحساب. مدير الحساب متوافر في جميع الأوقات عن طريق البريد الإلكتروني. في حال عدم وجود معلومات مدير الحساب يمكنكم الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني اللي تم التحدث عنه سابقا، إيميل فورن اللي هو الشركات الأجنبية، سيكون مخصص للقطاع الأجنبي
وأيضا للتي بي كير في جميع الشركات الأخرى.